السلام عليكم. أنا نائل ومقطع اليوم راح يكون جدي شوية، ما كنت مخطط أني أصور أبداً. 14 نوفمبر كان اليوم العالمي للسكر، شهر نوفمبر يعتبر الشهر العالمي للسكر. فبنقول لكم تجربتي مع المرض، كيف اكتشفت أنه عندي سكر، كيف قاومت المرض، وكيف بإذن الله تغلبت على المرض، مع شوية تصميم لطيف ظريف، وإن شاء الله يعجبكم التصميم. إن شاء الله يعجبكم المقطع. لا تنسون شير لايك سبسكرايب ونشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأت قصتي مع مرض السكر قبل 5 أعوام تقريبا. كنت بعيد كل البعد عن كوني شخص صحي. تقريبا كنت أشرب يمكن 7 علب بيبسي باليوم بلا أي مبالغة، وكنت أكل كل ما لذ وطاب، صحي مصحي بس أبي بطني. مع ذلك كنت أنحف بشكل مخيف جدا، يعني إلى وصلت أتذكر إلى 58 كيلو، مع أني كنت أكل يمكن 5 وجبات باليوم، 7 علب بيبسي وكل شيء. كل اللي حولي كانوا دائما يقولون لأنه نايل أنت قاعد تنحف، إيش فيه، روح شيك على نفسك، لا يكون شيء كذا ولا كذا. لكن كنت دائما أصر أنه لا ما في شيء، بس عشان أنا سافر كثير وأمشي وزي كذا، عشان كذا ممكن أبان أنه نحيف، أو عشان كذا قاعد أنحف. لكن بقرارة نفسي كذا دائما كنت أحس أنه دائما في شيء غلط، أنه في شيء مو صح، أنه من جد أنا قاعد أنحف وقاعد أكل بس ماني قاعد. غريب الوضع كان جدا. المهم في يوم من الأيام كنت جالس عند العيال وقاعدين نتفرج مسلسلات وزي كذا. أتذكر ذاك اليوم طفشتهم جدا، يعني ما تعدي 5 دقائق إلا رايح الحمام، 5 دقائق راح الحمام، 5 دقائق راح الحمام، وقلبي كان يعني خفقان شديد جدا، ويدي ترجف وجسمي مو طبيعي أبدا. أول مرة أجرب الشعور ذاك. استأذنت من العيال، رجعت البيت ما قدرت أنام، خفقان شديد وحس إني مضطرب، ما أدري إيش فيه بالضبط. طبعا ما اخفيكم سر، انا كنت شاك جدا انه السكر، بس قلت خليني اجرب حظوظي ان شاء الله انه ما في سكر ولا اي شيء. ورحت المستشفى عند دكتور مسعد الله يذكره بالخير. ما حبيت اقول له انه انا خايف انه عندي سكر، يقوم يفترض انه عندي سكر ويطلع انه عندي سكر. لكن هو كان حكيم جدا، فسوى الفحوصات المبدئية وسوى فحوصات سكر وفحوصات بول وكل شيء. لما طلعت النتائج قال لي اسمع، ما هنقول عندك سكر بس قدامنا حلين. وبالحرف اتذكر قال يا اما تكون راجل وتبدأ تعمل رياضة وتبدأ تخفف أكل وتخفف من المشروبات الغازية، السكر، العيش، التميس تحديدا، أو على طول نتجه على موضوع الحبوب والإبر وزي كذا. فالموضوع كان مخيف بالنسبة لي، وبنفس الوقت ماني متأكد يعني من جد مو من جد يمزح ولا إيش الهرجة، ماني عارف بالضبط. فقلت أجرب حظوظي، خليني أجرب حظوظي مع الرياضة ولا هذا. قال لي اوكي رياضة، وبطل الاشياء اللي قلت لك عنها اللي هي تقريبا نشويات وسكريات وزي كذا. قلت خلاص اوكي تمام. طبعا قال لي في مراجعة بعد اسبوع، وشدت حيل الاسبوع ذاك مرة، رياضة وهرولة ومشي وجميع انواع الرياضة اللي اعرفها، وبطلت بيبسي تماما، والى اليوم الحمد لله بنبطل بيبسي. فلما رجعت بعد اسبوع قال لي اسمع، السكر نزل الحمد لله، بس انه لسه يحتاج ينزل أكثر. المرة الأولى لما شيكت كان السكر تقريبا 336، والسكر التراكمي مرتفع جدا، كل شيء مرتفع. قال لي ما ينفع، لازم نأخذ حبوب. قلت له لا طيب ما أدري إيش. قال لي لازم نأخذ حبوب. فصرف لي الحبوب الأولى. أول حبوب استخدمتها كانت جدا جدا قوية، أثرت على كل شيء، أثرت على معدتي، انتفاخات ومزاجي تغير، صرت خلاص ما طيق الناس، ما أحب أروح ولا أجي، كل الأشياء اللي أحبها ما أدري ليش صرت أكرهها. أتذكر أمي كانت دائما تقول لي إنه كأنك وحم. فأثرت على مزاجي تماما، صرت ما طيق ريحة القهوة ولا طيق ريحة العطورات، كلها كذا خلاص مرة مزاجي متكدر. كنت أغيب عن الدوام كثير جدا، إنه في الفجر كذا على الصباح
بطني تنتفخ جدا 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 جدا، ما قدر اتحرك والام غريبه. فرجعت للدكتور قلت له انه دكتور يرحم امك شوف لي حل. قال لي ما في حل، لازم تصبر على العلاج ده اقل شيء شهرين عشان ينزل السكر التراكم عندك مره تمام. طيب يرحم امك والله ماني قادر اركز ماني قادر اسوي شيء. قال لي بدل ما تاخذه قبل الاكل جرب تاخذه اثناء الاكل، جرب تاخذه بعد الاكل شوف ايش اللي يمشي معك. فغيرت صرت اخذه اثناء الاكل وخفت الالام شويه او اتوقع انه جسمي تعود عليها. بعد شهر شهرين ثلاثه السكر قاعد ينزل بس بنسب جدا 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 ضئيله. طبعا خلال الفتره ذي ما كنت امارس رياضه، هملت الوضع، الاكل نوعا ما ما كنت منتبه له، انه قاعد اقول خلاص قاعد اخذ حبوب فايش بيضر يعني. والا اللحظه ذيك ما كنت ماخذ الموضوع بشكل جدي. المهم مرت الايام رجعت للدكتور مسعد. الدكتور مسعد قال لي ما يصلح، قال لي انت تستهبل وما يصلح، لازم ناخذ ادويه وادويه حقيقيه وزي كذا. فصرف لي دواء ثاني وبعدين صرف لي دواء ثالث بعد فتره، وصرت اخذ 3 أدوية في اليوم بس بلبع 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 في الحبوب. واكتشفت ان الموضوع جدا جدا سيريس، انه بعد ما صرت اخذ الادويه كلها وسكر رجع بدا ينتظم من جديد، بدا وزني يزيد بشكل درامي. يعني من وقتها كان 58 60 زي كذا، فجاه لين 75 77 كذا بظرف اقل من شهرين. كان الموضوع مخيف جدا، و تقريبا هو اللي وعاني كذا وصحاني انه ما في احد يزود وزن بالشكل الدرامي ذا. وقتها ما كنت اكل زين عكس اول، كنت اكل كثير وانحف، دحين اكل خفيف وقاعد يعني وزني قاعد يزيد. فبدأت اخذ الموضوع بجدية وبدأت اتمرن بشكل يومي واتمرن بشكل جدي، وخفف اكلي واقطع سكريات واقطع النشويات وزي كذا، وبدأت اموري تتحسن الحمد لله. يعني بدأت نظري أحس أنه رجع كويس، جسمي رجع كويس، ما أحس برجفة لما جوع والأشياء ذي. المرحلة ذي وأنا أتكلم أخذ حبتين في اليوم، أحب في الصباح وأحب في الليل، وأحاول أبعد قد ما أقدر عن الإبر لأنه أحسه مرحلة يعني متقدمة، ربي يبعدني عنها بإذن الله والجميع. لما شفت أنه 14 نوفمبر اليوم العالمي للسكر حبيت أني أشارك في الموضوع، بس تأخرت لأنه قلت أبغى أسوي شيء مختلف شوية، خلينا أسوي تصميم وكذا وأنقل قصتي. وأنا مالي دكتور ولا عالم، أنا مجرد شخص بنقل تجربتي مع المرض، وأتمنى أنه ما حد يوقع في نفس الأخطاء اللي وقعت فيها زي الإهمال وعدم أخذ الموضوع بجدية. أترك بعض الروابط في الوصف، أنزل شيك عليها، ثقف نفسك عن السكر، وعي أهلك وأصحابك واللي حوالينك. إذا تحس بأي أعراض الحق من بدري شيك، إن شاء الله بإذن الله ما يكون عندك شيء. بس لو لحقت من بدري إنه في فرصة كبيرة جدا إنه يمديك تتغلب على المرض من البداية، ولو لا سمح الله كان فيك سكر أو شيء زي كذا، إنه أفضل إنك تلحق من بدري وتسيطر عليه قبل ما يسيطر على جسمك. الله يحمينا ويحمي جميع المسلمين من كل سوء بإذن الله. لا تنسون لايك وشير وسبسكرايب.